يبداو في الفيرمون بيرمانون، لان مازالت ما بداتش الكره. اذا الشهر هذا نوصلوا يبدو عندنا شويه مداخيل القاره، نجموا بعدهم برمجوا برامج اللي تكون مهمه في الحديقه ولا في صاله الجورجاني، لان مازالت كما نقولوا الشانتي محلول في النادي الافريقي. يلزمنا نزيدوا نلتفوا حول النادي نتاعنا. احنا لهنا الكل هاك تشوف وجودنا اليوم موجود، هو كله وجود تدعيم للاداره نتاعنا، لان احنا اليوم في كاسوسيوس باش ندعموا النادي الافريقي مهما تكون الاداره النوحه. ولكن اذا ما فماش فيرمون بيرمانون راه كاسوسيوس ما نجمش يعيش باللاتخات. ديما نعودها ونقولها، اللي اليوم يحب النادي الافريقي لازم يشارك في كاسوسيوس، واللي يشارك في كاسوسيوس لازم يعمل تحويل شهري قرار كل قدير وقدره. وهذه حاجة مهمة 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 جدا، يلزم الوعي نتاع المحب نتاع النادي الافريقي يلزم يتعدى المرحلة نتاع البلوكاج هذية، يعني ما عادش نقعدوا نحكيو نمشيو للعمل الصحيح اللي هو تحويل الشهر القار. وشكرا.